خسارة جديدة ويعني ومستوى بائس للمنتخب الوطني، بعيدا عن كل التوقعات، بعيدا عن كل الآمال والعاطفة، لكن نحن نستمر بهذا المستوى البائس إن صح التعبير، لا ردة فعل ولا روح ولا حتى قراءة جيدة لكل ما يحدث في المجموعة الأولى لتصفيات المونديالية. العراق والمنتخب الوطني العراقي يستمر بذات النهج وبذات التخبط، لا نعلم ماذا يريد المدرب، لا نعلم ماذا يحصل لهؤلاء اللاعبين، مستويات بائسة للجميع، لا يوجد لاعب كان مميزا في هذا اللقاء. نستمر بذات النهج، بذات الطريقة، بذات عدم وجود حتى قراءة لما سيحدث في اللقاء. لا نعلم كيف يفكر الطاقم الفني بالنسبة للمنتخب الوطني، ولا نعلم كيف يجهز الفريق لهكذا مباريات. نعم مستوى اللاعبين، هناك عدد من اللاعبين يعني انتهى الموضوع، يجب أن يرفع الراية ويعتزل اللعب الدولي، لأن إذا كانوا هم مصدقين أعمارهم، البعض نتحدث مصدقين أعمارهم ما زالت 28 و29، لا، فأنتوا ارجعوا تعرفون أعماركم. أي لاعب اليوم عمره الحقيقي تجاوز 33 عام المفروض خلص يبعد عن المنتخب ويترك المجال لمواهب ولاعبين جدد، لأن المنتخب لن يتحمل صدمات أخرى. ما يحدث اليوم للكرة العراقية وللمنتخب الوطني ليس وليد اللحظة. يعني اليوم إذا احنا نريد نقول السبب هذا اللاعب أو ذاك اللاعب أو هذا الشخص أو ذاك الشخص، فهو سبب مستمر منذ عام ما بعد 86، منذ مونديال 90 و94 و98 و2002 و2006 و2010 وبعدين 2014 و2018 والآن 2022. من يريد أن يعني يوجه البوصلة باتجاهات معينة عليه أن يعلم أن هذا الذي يحدث اليوم هو مو جديد على الموضوع، مو جديدين احنا على التخبطات، ولا جديدين على عدم وجود استراتيجية، ولا جدد على ما يحدث اليوم للمنتخب الوطني، بل العكس، هذا هو امتداد للماضي التليد مالتنا، حتى مو تليد، الماضي البائس على مستوى تصفيات كأس العالم منذ سنين طويلة وسنين عجاف راحت ومرت علينا، واحنا بعدنا نتأمل أنه حتى لو نصعد ملحق، احنا حتى الملحق بعد 86 ما حصلناه. وبالتالي اليوم هذه كرة القدم العراقية، هذه المنظومة، نعم البعض يتحمل وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الحالي السيد عدنان درجال باتخاذ قرارات غير صائبة في فترة قصيرة، كأنها كانت تصفية حسابات من خلال إقالة كاتانيش في توقيت غير مناسب، والكل تحدث، ليس دفاعا عن كاتانيش ولكن التوقيت كان سيء للغاية، وبالتالي ذهبنا باتجاه مدرب بين قوسين عالمي حتى أن يوجه الجمهور باتجاهات وأكسب الجماهير. المدرب العالمي ليس لديه عصا موسى وليس لديه أي عصا سحرية حتى يحول المنتخب من العراق الحالي إلى عراق 86، ما راح يقدر. وبالتالي حتى المدرب العالمي الذي نراه اليوم السيد أدفوكات إلى اليوم لا يعلم ماذا يتصرف في ظل هذه المستويات بين قوسين، وما يحدث لبعض اللاعبين حتى على مستوى التشكيل، حتى على مستوى طريقة اللعب، كل شوط نلعب بطريقة مختلفة، كل مباراة نلعب بطريقة مختلفة، وكأنه جاء ليدرب منتخب أوروبي يعلم كل تفاصيل العمل التكتيكي، ولا يعلم أنه هذا هو منتخب العراق، وهؤلاء الموجودين من اللاعبين هم خلينا نقول بين قوسين علقت حالهم من الناحية التكتيكية، لا يستطيع استيعاب الكثير من التغييرات بالأسلوب وبطريق طرق اللعب وبالواجبات وما إلى ذلك. وبالتالي أي مدرب يريد أن ينجح ليس هو التاريخ الذي ينجحه، تاريخ المدرب ما ينجحه هو واقعيته وقراءته الصحيحة وفهمه للاعبين ونفسيات اللاعبين، ويعلم قدرات لاعبيه الحقيقية وليس هو فقط كلام وخيال. هؤلاء الموجودين اليوم هذا هو نتاج عمل سنين سابقة من الأندية صعودا إلى المنتخب الوطني. فلذلك احنا اليوم يمكن ما نتفاجأ إذا خسرنا 3 وخسرنا 4 أمام إيران أو حتى أمام كوريا، لأن هذا هو نتاجنا وهي حصيلتنا، لكن من كان يرسم الوعود ومن كان يجعل الحياة وردية بالنسبة لكرة القدم العراقية من خلال بعض القرارات الارتجالية والتي دفعنا ثمنها حاليا، عليه أن يعي أيضا أن هذا الجمهور لن يصبر على أي وعود قادمة، وعليه أن يعمل ويقدم رزنامة عمل ووعود واضحة المعالم،
وليس وعود آنية من أجل إسكات الجمهور، إسكات بعض الإعلام أو الإعلام بشكل عام. الكل يتحمل، من السيد رئيس اتحاد كرة القدم اللي هو السيد عدنان درجال نزولا لأصغر شخص موجود بالمنتخب الوطني، وذهابا إلى أندية الدوري الممتاز اللي هو هذا نتاجها من اللاعبين ومن الأساليب ومن طرق اللعب وما إلى ذلك ومن ثقافات كروية، هذا هو نتاجنا، من إلى مراحل عصيبة وتاريخ مظلم من التزوير، يعني خلينا نقول التزوير الغير طبيعي بأعمار اللاعبين وتلاعب الأعمار التي حدثت بأيدي بعض المدربين الذين دربوا الفئات العمرية وهم يعلمون أنفسهم من يشاهد اليوم. لما يكون لاعب عمره الحقيقي كذا وإحنا نصغره 6 سنوات و7 سنوات ويطلع يحكي ويقول وإحنا وحققنا ونتائج، لا، الكرة العراقية هذا واقعها، نحن لسنا من كبار القارة، هذه حقيقة علينا أن نعلمها جيدا. الصعود إلى كأس العالم في 86 والفوز بلقب كأس آسيا 2007 ما هي إلا عبارة عن صدفة تاريخية، وهذا ما أثبت التاريخ نفسه، لأن يريد يصعد كأس عالم ممكن يصعد مرتين متتالية أو يصعد وبعد 4 سنين أو 6 سنين يصعد مرة أخرى، مو من 86 لليوم إحنا ما مصعدين كأس العالم ونتغنى بأمجاد الكرة العراقية. وين الأمجاد؟ الأمجاد على مستويات بطولات كأس العرب السابقة، الأمجاد على بطولات الخليج، على بطولات غرب آسيا، هذه هي أمجاد كرة القدم العراقية. كرة القدم العراقية ليس لها أمجاد سوى الصعود إلى كأس العالم وتحقيق لقب آسيا الذي جاء خصوصا كأس 2007 جاء بمحض صدفة لا غير، وبتواجد مجموعة من اللاعبين الموهوبين. اليوم إحنا ما عندنا لاعبين على مستوى عالي وموهوبين، وبالتالي اليوم إحنا نريد نأسس لشيء جديد، نأسس لحقبة جديدة، علينا أن نطور من القاعدة وصعودا إلى قمة الهرم وليس العكس. الترقيع لا يبدأ من أعلى الهرم والقاعدة مهترئة إن صح التعبير، والترقيع أيضا يجب أن يكون وفق ضوابط وفق نظرة صحيحة، مو ترقيع يجي من خلال فقط عواطف، جبنا مدرب عالمي ويلا ومع السلامة، والله كتنش ما استقبل رئيس الهيئة التطبيعية، ولا كتنش والله ما يسمع العدنان درجال، ولا كتنش وإلى آخره. نعم كتنش على قد حاله، بس والله كان فايدنا، كان يعرف مستوانا الحقيقي، كان يعرف هذا وضعنا، هو مو مدرب على مستوى عادي، لكن لو مكملين وياه وخلص. ليش اليوم احنا وصلنا هاي المرحلة؟ تغييرات عديدة بالتشكيل، خلينا نشوف كأس العرب ايش راح يصير. أنا برأيي اليوم اكو أسماء عديدة يجب أن تبعد، يجب أن تبعد، انتهى، هذا واقعها، وهذا عمر خريف العمر وصل إلى كثير من اللاعبين، عليهم أن يترجلوا عن صهوات جوادهم وأيضا ويتركون المجال لغيرهم ونقولهم كفيتوا وفيتوا وشكرا لكم، هذا هو الواقع مع الأسف. خلونا نشوف اليوم الترتيب، ما شاء الله اليوم إحنا ترتيبنا خامس، نجي وراء لبنان، طبعا لبنان تاريخ مع احترامنا لكرة القدم اللبنانية ونرفع لهم القبعة اليوم كرة القدم اللبنانية، ومن يقول أن واقعنا سيء فلا أعتقد إحنا واقعنا أسوأ من لبنان، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الرياضي، بل إحنا أفضل منهم بمراحل عديدة، لكن هم يعملون بصورة صحيحة ويختارون أدواتهم بصورة صحيحة بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الشعارات الرنانة.